في رحلة محفوفة بالمخاطر نجا 30 شخصا من حادث غرق في البحر العربي بعد أن انطلقوا من محافظة حضرموت إلى جزيرة سقطرى. ما القصة؟ تابع ببساطة لتعرف أكثر. على متن سفينة الصيد انطلقت من ميناء الشحر، كان الركاب من أبناء أرخبيل سقطرى، بينهم نساء وأطفال، على موعد مع كارثة كادت تودي بحياتهم. تسربت المياه إلى السفينة خلال رحلة سفر كان من المفترض أن تقطع 48 ساعة، لكن مدتها تجاوزت 4 أيام قبل أن تنقذها قوات خفر السواحل. أطلق طاقم السفينة نداء استغاثة من مسافة تبعد نحو 9 أميال بحرية من المدينة، وتمكنت القوات من إنقاذ الركاب قبل أن يغرقوا في عرض البحر. اضطر أبناء الأرخبيل إلى المغامرة في رحلات بحرية غير آمنة نتيجة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وعدد رحلاتها المحدود، ما يزيد من مشقة أهل الجزيرة في التنقل، فضلاً عن تعريضهم لحوادث غرق تتكرر كل عام نهاية موسم الخريف.